السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط، الصف السابع، المادة الجغرافيا. اليوم سوف نأخذ الدرس السادس من الوحدة الرابعة، وهو بعنوان الحروب والنزاعات. المعلمة فرحة برمان. من أهم الأمور التي سنأخذها في درسنا اليوم أثر هذه الحروب على البيئة وعلى النظام البيئي بشكل عام، والآثار التدميرية للحروب على المدن وعلى البيئة وعلى الإنسان وعلى الكون بشكل عام. الحروب والبيئة. شهد العالم منذ القدم حروب وصراعات تجري أحداثها على الأرض، وبيمتد أثر هاي الحروب دائما إلى العناصر اللي بتتكون منها البيئة الطبيعية، لأنه عندنا البيئة هي الضحية الأولى، يعني بشكل آخر إحنا هي الأرض اللي بتصير عليها المعركة، تمام؟ فالعالم بيشهد سنوياً المزيد من الحروب والنزاعات اللي تطورت عالمياً منذ 1900 إلى 2014 إلى 2020 وإلى ما لا نهاية. رح تضل في عنا حروب، إن شاء الله أنها تنتهي الحروب، بس إنه الحروب بتصير عشان مصالح بعض الدول، عشان أهداف معينة. كما أنه يمكن القول أن الحروب ما بتقتصر على مكان محدد، زي مثلا شرحنا أن البراكين بتكون مكان محدد، لا، الحروب بتكون تشمل معظم دول العالم. تعد قارة إفريقيا هي من أكثر القارات اللي بتشهد صراعات مستمرة وحروب فيها. فيتميز هذا العصر بتطور تكنولوجي هائل في مجال الأسلحة اللي كان أثرها تدميري على البيئة. فمن الآثار التدميرية للحروب، أولاً تدمير النظم البيئية، والسبب في تدمير النظم البيئية القصف الشامل للمدن والبنى التحتية. كلنا بنعرف إنه هاي الأسلحة خصوصاً النووية اللي فيها مواد كيميائية بتأثر بشكل كبير على النظم البيئية، إنها بتقضي عليها بشكل كامل، وكمان بتقضي على المدن وعلى البنى التحتية للإنسان اللي بيعملها الإنسان في المدن، اللي بتسهل من حياته. ثانياً، استخدام الأسلحة الكيماوية والنووية. أدى هذا استخدام هاي الأسلحة إلى تلوث الهواء، لأنها بتطلع عندنا غازات ضارة في الإنسان وبتطلع عندنا لطبقات الجو، تمام؟ والإضرار بالنباتات والتربة، لأنها مضرة مش بس للإنسان وللنباتات وللتربة وحتى للحيوانات، وإفناء الحياة البرية، بتنتهي عندنا حياة النباتات خصوصا الغابات والأماكن الشاسعة الكبيرة، وتدهور الثروة السمكية من خلال إنه إحنا لما تصير حروب برضو بتأثر عندنا على البحار وعلى الكائنات العايشة في البحار، وانتشار الأمراض بسبب الغازات اللي بتطلع عنا، المواد الكيماوية في التربة هاي بتؤدي إلى أمراض كتل السرطانات وحالات التسمم. ثالثاً، تتبنى بعض الأنظمة في العالم سياسة الأرض المحروقة. يعني إذا عملوا حرب، الدولة اللي بتكون قوية بتحاول إنها تخلي الأرض الخصم لإلها أرض محروقة بالكامل. شو معنى أرض محروقة أو سياسة الأرض المحروقة؟ هي إنه تحول البيئة إلى جحيم لا يطاق باستخدام الأسلحة الفتاكة، خصوصا الأسلحة النووية اللي بتقضي بشكل كامل على الأرض اللي بتكون فيها الحرب أو الخصم يعني، فبتحاول إنها تقضي عليها بكافة الأشكال. رابعا، تغيير الحدود السياسية للدول المتحاربة. من الأمثلة على تغيير الحدود السياسية الحرب العالمية الأولى التي وقع فيها في معاهدة فرساي عام 1919 ميلادي. رجعوا رسموا خريطة أوروبا من أول وجديد، وفقدت عندنا ألمانيا 5.3 من أراضيها، وكان هذا السبب إنه إحنا صارت في عندنا الحرب العالمية الثانية. أما المثال الثاني على تغيير الحدود السياسية، إن الدول الاستعمارية عملت على تقسيم الوطن العربي إلى دويلات، وعملت عنا حدود هندسية بينها، فراحت منحت اليهود حق إقامة وطن إلهم وين؟ في فلسطين، حتى إنهم كمان شردوا أهلها، واستمرت الحروب بين العرب وإسرائيل دولة الحرب، فنتج عن هاي الحروب احتلال إسرائيل لفلسطين. الصورة الموجودة أمامنا بتبين مراحل احتلال اليهود إلى فلسطين. أول إشي رح نبلش عنا، كانت في الأول عام 1946 كانت فلسطين كاملة هي للفلسطينيين، كانت أرض يعني مستقلة بشكل كامل. بعدين أجا عنا ب 1947 أجا عنا الإسرائيل وحاولوا بلشوا ياخذوا منها من 1947 إلى 1967، هاي موجودة عندنا، كانت 44%.
بعدين صارت عندنا للفلسطينيين 22%. الآن حاليا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ب 2020 صارت نسبة الأراضي الفلسطينية 15% والباقي كلياته تابع لإسرائيل. هاي عندنا بتبين احتلال إسرائيل لفلسطين وكيف بلش يحتلوا فيها مرحلة مرحلة. خامسا وأخيرا، أنه بتخرج هاي الحروب والنزاعات ملايين اللاجئين إلى العالم، بيعانوا بصيروا من خسائر اقتصادية وقسوة الظروف المعيشية. كمان هدول اللاجئين الموجودين عندنا بيتركوا بيتهم، بيتركوا أسرتهم، بيتركوا ممتلكاتهم وبيطلعوا لبلدان الثانية عشان يعيشوا بكرامة. فمن الدول الشكل الموجود عندنا دول مصدرة اللاجئين، يعني اللي بتطلع لاجئين من عندها، ودول بتستقبل اللاجئين. من الدول اللي بتطلع لاجئين عندنا أكثر دولة هي أفغانستان، وبعدين عندنا سوريا، بعدين عندنا الصومال. هاي الدول، هدول أكثر ثلاث دول اللي هم بيطلعوا من عندهم لاجئين، صاروا يطلعوا لاجئين لأنه فيهم عندهم حروب وصراعات. بيروحوا وين؟ على الدول اللي فيها أمن وفيها استقرار أكثر. فمن الدول المستقبل اللاجئين أكثر إشي عندنا باكستان، فيها نسبة كبيرة من اللاجئين، بعدين عندنا إيران، بعدين عندنا لبنان، بعدين عندنا الأردن. كلنا بنعرف إن الأردن بيستقبل نسبة كبيرة من اللاجئين، الإشي اللي كمان أدى إلى إنه ضغط عندنا على الموارد الموجودة عندنا وعلى الخدمات، بس إنه الدولة بتحاول إنها توفر لهم سبل العيش الكريم. فالأردن هي من بين الدول اللي بتستقبل عندنا اللاجئين بسبب توفر عنصر الأمن والاستقرار فيها، عشان هيك بيحاولوا إنه اللاجئين إذا بدهم يدوروا على بلد تانية بيدوروا على بلد فيها أمن وفيها استقرار. الفيديو التالي يوضح أثر الحروب في تدمير البيئة. انتهى الدرس، إلى اللقاء بدرس آخر، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، نلتقي بالقمة مدارس العزيز.